والله عندي الحجيه داومت بالتربيه موظفه اي وطلعوها تقاعد بدون راتب اي راتب مالها وهي صار لها كم سنه قاعده لا راتب ولا اكو شيء هسه انا بس اريد بس يسوي لها رعايه اي وطلع اسمها اي وعن قدمت 2017 اي والله هسه حاليا بعد كل شيء هسه عينه قالوا تنتظر لازم تسوي كتاب من التربيه لازم تجيب عينه شلون التعامل شلون والله تعاملهم حيل زين يعني والله ما ذاك الزخم زين 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 انا صراحه اجراءات معقده جدا جدا معقده انا هسه عينه تزمنيها على عفر راح اجيب ضريبه ب 40,000 براءه الذمه انا مو بريد ما عندهم يعني شغلتهم فد مره تعبان حاسب اشوف التطمش 40 وحده حاسب وحده بالدائره المعاون ساعة قاعد يشرب شاي ما اعرف ايش يسوي ساعة ننتظره ما يجي يعني ما اعرف شو سولف يعني اجراءاته معقدة فد مرة يعني اوجه رسالة اول شيء الحاسب يسوون حاسبتين يعني. ويزيدون عدد الموظفين يعني مو مسألة هاي مو مسألة بريد ما عندهم استعدتني على عفر وعلى عفراني الحاسب المعاون الصادق انا مصر الصادق انا مصر بداية نرحب بقناة الموصلية الموقرة اللي هي دائما متابعة عمل القسم منذ بداية استلامنا لمهام القسم حاليا الإجراءات اعتيادية بتمشية أمور المعاملات اللي كنا قد بدأنا بها من ناحية إكمال إجراءات شمول 2016 حاليا الشيء الجديد اللي نقول استحصلنا الموافقات الرسمية بها هو بالنسبة إجراء المسح الميداني للمشمولات القديمات طبعا عندنا ما يقارب 740 قيد مستفيدة كانت متوقفة إعاناتهم وذلك بسبب عدم حصول موافقات لإدخال استمارة الدخل البديل حاليا تمت الموافقة أطلب يعني أنتهز فرصة لقائي بجنابكم الكريم وأطلب من أخواتي المستفيدات أن تكون هواتفهم مفتوحة وليست مغلقة لأن إحنا الفايلات اللي سلموها للقسم يعني قد وضعوا عليهم أرقام الهواتف والمناطق السكنة إن شاء الله قريبا جدا سوف يزورهم الباحث الميداني من أجل الوقوف على الحالة المادية لهن واستحقاقهن الإعانة فقط هؤلاء 700 أم هنالك يوجد معاملات أخرى أو مستفيدين كانوا توقفت هناك صراحة بعض الإيقافات منها ما يعني خلينا نقول اللي بالنسبة لشمول 2014 أيضا لم نستحصل موافقات لكن نحن في متابعة جدية من أجل استحصال هذه الموافقة أنوه للمرة الثانية أنه هذه بالنسبة للمستفيدات القديمات التي كانوا يستلمن الإعانة وليس للمشمولات في عام 2014 هل هنالك شمول جديد لهذا العام؟ حاليا لا يوجد أي شمول بانتظار التخصيصات المالية ونطلب من أخواتنا المواطنات الموصليات أنه ما يراجعون القسم لأن هاي الشغلات بحالة أنه يعني نقول أنه حصل الموافقة راح يكون التسجيل عن طريق التسجيل الإلكتروني ما نطلب من عندهم أي زيارة القسم حتى بالنسبة للي راح نتصل بهم الباحث أنه ما يراجعون القسم أو يعملون إلا إذا كانت أرقام الموبايل مالتهم مغلقة من أجل التحديث يعطون عنوان جديد ينتظرون بحم لا توجد أي تعليمات لحد الآن إحنا بداية تعرف جنابك بداية سنة جديدة لحد الآن التعليمات نفسها اللي ماشيين عليها الصعوبات اللي تواجهونها والله الصعوبات اللي دائما نذكرها واللي هي تسبب احيانا عرقله بعملنا هو قله الكادر وخصوصا بالنسبه لقسمي كادر الحاسبه يعني عندي موظف فقط واحد يعمل بشعبه الحاسبه على ما يقارب 30,000 مستفيده مستمره كذلك المراجعات اللي بالنسبه لدوائر التقاعد تعرف جنابك الكريم اي دائره حاليا اكثر الدوائر ما تروج اي معامله الى ان تاتي انه هل لديها شمول في الاعانه طبعا هذا دا يسبب زخم اضافه الى ضعف الانترنت بشكل عام مدينة الموصل هاي كلها طبعا ده يأثر على عملنا وبالتالي مرات يعني بعض المواطنات مدى يقدرون هذا العناء اللي احنا ده نعانيه يتصورون انه قد يكون خلل بإدارة القسم او بالموظفين بينما الكادر ده يبذل اقصى الجهود وكرر للمرة الثانية انه موظف واحد فقط بالحاسبة اللي هو ده يعمل بقسم الرعاية الاجتماعية للمرأة واللي تختص بشريحة كلش كبيرة من المجتمع فياريت يكون يعني حل لهذا الموضوع